لا صوت يعلو فوق صوت الصراخ، الهمس ممنوع، والكلام بهدوء يعرضك للعقوبة القاسية. هنا معسكرات تدريب المجندين في المارينز والقوات الأمريكية المختلفة. قد تتخيل أن هذه المعسكرات التي من المفترض أن يتخرج منها أعطى الجنود في العالم، مليئة بأصوات الرصاص والمعارك والرماية بالرشاشات والقنابل ومختلف أنواع السلاح. لكن زيارة ليوم واحد إلى جزيرة باريس في كارولينا الجنوبية ستجعل رأسك يتصدع من الضجيج المحيط بك. وربما ستتفاجأ لو علمت أن تدريب الجنود يعتمد على الصراخ لا الصواريخ. هنا الجزء الأهم مما يعرف بهجوم القرش، وهو أسلوب التعامل مع المجندين الجدد. يلتصق المدربون بالأشخاص، يرحبون بهم على مسافة صفر من وجوههم وآذانهم. حتى المكالمة الهاتفية الوحيدة المسموح بها لإخبار العائلة بأنهم وصلوا تكون على هذه الشاكلة. تحطيم الشخصية المدنية هو الغرض الأول من الصراخ المستمر، هكذا يقول المشرفون على هجوم القرش. فالمتدرب سيدرك أنه تحت سلطة رؤسائه، ولا يجب أن يناقش في الأوامر العسكرية، ولا يملك قراره بعد الآن. 20 أسبوعاً تستمر هذه الحالة منذ 4 فجراً وحتى ساعات النوم. يريدون أن يضعوا المجندين تحت التوتر الدائم والضغط وعدم الاسترخاء الذهني والجسدي. قاعدتهم في ذلك أن كل موقف تحت الضغط يقابله في الحياة العسكرية العملية وساحات الحروب قدرة مضاعفة ومرونة كبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة والأسر والاختطاف. المجندون ومهما كان حجم الصراخ الذي يسمعونه في الدقيقة الواحدة لا يعادل الإرهاق الذي يعيشه الرقباء والمدربون، فهم بالكاد يصلون إلى آخر النهار وحنجرتهم بخير. غالباً ما يفقدون أصواتهم وتصيبهم الالتهابات بالأحبال الصوتية، ويتناولون العسل والشاي والمشروبات الساخنة لترميم الحنجرة بانتظار يوم تدريب جديد. يستمرون على هذه الحالة لمدة 3 أعوام، وهي مدة خدمتهم في معسكرات التدريب. 180,000 جندياً من مشاة البحرية الأمريكية المارينز، ينتشر الكثيرون منهم حول العالم كرمزاً للقوة الأمريكية بوصفها دولة عظمى. فهل سر المارينز هو الترسانة العسكرية التي يحتمون بها؟ أم أن هذا الصراخ له مفعول الصواريخ على الأرض؟